يا هلا فيكم يا تحييهم، أتمنى الكل بعافية وصحة. يسعد الله صباحكم مساكم، أو قد أفترنون بدينا نتكلم لغات الحمد لله. عادني حطيت هالموضوع وأقول لكم أكيد بما أن أهلنا وأجدادنا كانوا يعيشون ببيئة صحراوية وحياتهم متنقلة ومتاعهم يحمل على الحيوانات وبيوتهم عبارة عن خيام وبيوت شعر ونورهم السرج والقمر، شيء أكيد لما يلتقون بالتكنولوجيا والتطور الحاصل الحين راح تكون لهم ردات فعل أكيد معظمها مضحك لكونهم يتمتعون بوافر من البراءة والسذاجة والجهل بما هو حاصل. أترككم الحين مع بعض المواقف اللي صارت لأجدادنا. هذا طال عمركم شايب الله يرحمه كاشخ على موتره، كان أول موتر يجي عند البدو ساكنين بالصحراء، سير على هلو هو توه عليهم بالسواقة بس يبي يكشخ عندهم، ووقف سيارته مقابل بيت الشعر. لا حول الله، توقفت بعيد. المهم يوم خلص من التعاليل والقهوة والقصيد ركب سيارته الشايب هذا يبي يرجع لهله، إلا والله البلشة ما يعرف يريوس ما يعرف يرجع ورا، وقباله بيت الشعر ما يقدر يكمل مشيه قدام. والله يجيرك، وهدوا البيت وفضوا الطريق اللي قدامه ومشى، وقالوا له لا عاد تعيد هالمسيار الغبر ولا وقف موترك على بعد كيلو وسلامة سلمكم. وهذه بعد طال عمركم عجوز جاهم اتريك من أول ما لقته وهو مضوي، واستأنست عليها العجيز وتضويبه على البزران وتقضي حاجاتها وترفع الأغراض على ضوء هالتريك، وتشوف انبسطت عليها العجيز يوم جاء وقت النوم وتبيه يطفي وهذا اللي ما طفى، وتسوي به وعي يطيع. والله يجيرك، وتاخذ هالعجيز وتحفر له حفرة وتدفنه. يوم جاء من بكرة طلعته من الحفرة إلا والبطارية فاضية. قالت العجوز ها كذا يطفي، تحسبه هالعجيز يا الله الجنة بالدفن يطفي. تقول وتسوي به تبيه يولع بس ماش ما ولع وسلامة سلمكم. وهذه بعد وحدة عجيز دخلت على بناتها إلا قاعدات يطالعن التلفزيون وبه رجال وتشهق هذيك الشهقة، رجال رجال وترمي الغطا على راسها وتهاوش بناتها ورمى تغطن يلي ما تستحن على وجيهك، هي هذا اللي فيها التلفزيون أشوفكم بس مقابلاته أتاريك لاقيات لكن بلا يخرب بيتها. هي نفس المرة هذه مرة تطالع المسلسل طالعة فيه بنت مطلعة سيقانها وتمدح رجلينها شوي إلا طاحت البنية، قالت يا ويلي حسدتها تف بسم الله وتقوم تقرأ عليها. يفهمونها البنات يما هذا له سنين من زمان يما هم يمثلون وهي جايبة تنحيلها بالقراية، يحليلهم الكبار الله لا يخلينا منهم ومن مواقفهم. هذه بعض يسير جدا من المواقف الحاصلة لهم، الله يرحم الأموات منهم ويقوي الأحياء. وأنتم أحبابي ما صار مواقف لهلكم مع التكنولوجيا، أعطونا من اللي عندكم. عاد هالموضوع مدري شلون جاي بس وراح أقول لكم بالجزء الثاني مواقف مضحكة الشيباننا الله يرحم من مات ويقوي يطول أعمار على طاعة الله من بقى من الأحياء. سلامة سلمكم، والله يدوم عليكم المحبة والسعادة والصحة والعافية، ومع السلامة. يا هلا فيكم يا تحييهم، هذا الجزء الثاني وهي بعض مواقف مضحكة لشيباننا. يقولك هذا واحد شايب راح للمستشفى علشان يزور صديقه، المهم يوم زار صديقه المريض وخلص وجاب يطلع قام الشايب ينافخ ويصارخ احذاي وينها احذاي وينها، يعني النعالي وينها، وقام يقول أكيد سرقتهن الساستر يعني الممرضة. المهم بعد المحاولات اليائسة والطويلة نزل من اللفت اللي هو المصعد علشان يطلع ويشتري لحذاء ثانية، والمفاجأة إلا ويوم وصل اللفت وهو اللي يحصل الشبشب ملبقه عند اللفت في الدور الأول.
الشايب على نياته ان اللفت غرفة مجلس رجال، فسخ الشبشب عند باب اللفت وطلع الشايب على اللفت بدون حذاء. يا حافظ هذا شبشب الشايب، والله والشايب ميت من الفرحة، لقى الشبشب ما سرقتها الساستر. يا حليلكم يا الشيبان تضحكون اللي ما يضحك، سلامة تسلمكم. وهذه يا طويل العمر في عجوز كبيرة في السن راحت للسوق وطبعا تشتري على كيفها. العجوز مستانسة في السوق تقول وانا اتسوق شفت لي حرمة جايتني. العجوز توقعت انها واحدة من جماعتها، والحقيقة انها هي اللي في الصورة. تقول وانا طالع الى الحرمة تقرب مني، وتقول وكل شوي تقرب مني، فما مني الا ان رفعت برقعي علشان اسلم على خويتي اللي من زمان ما شفتها، وهي متحمسة بنت الحلال للسلام وترفع برقعها، ويا الله خذ ضربة في القزازة. وتقول ولا أدري وش صار فيني، ما دريت إلا واحد من العمال يطالعني وميت من الضحك علي، دريت أني اللي سلمت عليها أنا هي أنا نفسها، وأن الصورة صورتي أنا في القزازة. ومن يومها ما عاد راحت للسوق هالعجيز، يا الله الجنة. وانتهت مواقف شيباننا وعجايزنا، يلا ترحمهم تجعلهم في جنة نعيم ووالدينا جميع المسلمين، ومن يقول امين. سلامة تسلمكم، وانتهت سالفتنا، ومع السلامه.